أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ان شاء الله تدوزوا نهاركم بخير وعلى خير، والله يحفظنا من هذا الوباء يا ربي، ونتمنى لكم غير الخير ان شاء الله. ونقول لكم صباحكم مبروك، صباح الورود، صباح الخضوريه، صباح الشمس، صباح الخير، صباح الرزق، صباح الصحه، صباح الراحه، صباح الهنا ان شاء الله يا ربي ليكم كاملين. نشكركم بزاف 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 بزاف، نشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى المشاهدات ديالكم، بارك الله فيكم، والله يخلي لكم ما عز عليكم ان شاء الله يا ربي. نتمنى انني يكون عند حسن ظنكم، تكونوا تفوجوا معايا ونفوج معكم حتى انا. نتمنى الفيديوهات اللي نديرهم راهم يجيوكم مقناطين، ولا كنتو شفتو شي حاجه ما تعجبكمش ولا قولوها لي نبدل نغيرها. الا كنت نهضر بزاف قولوا لي. بغيتوني ندير لكم شي فيديو في شي بلاصه قولوا لي، ان شاء الله الا قدرت نديرها علاش لا. حاجه اللي بغيتو تشوفوها ولا قولوا لي نمشي ندير لكم فيديو فيها ان شاء الله يا ربي. بطبيعه الحال الا كانت ممكنه مع هذا الكونفينمون وهذا، نطلبوا ربي يحن علينا وصافي، والله نطلبوا ربي يحن علينا يا البنات، حنا عليكم كاملين، يفرج علينا يبعد علينا هاد الوباء، خلينا نوليو لحياتنا كما كنا افون يا ربي. بتيت فيرم ماشي صغيرة، ماشي كبيرة، غير صغيرة فوالا. كما قلت لكم الا كانت عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجه قولوا لي نديرها ان شاء الله يا ربي بحول الله. استغفر الله العظيم، سمحوا لي يا بنات راني نهت باسكو غادي طلعه صعيبه. استغفر الله يا ربي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله والشكر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا وثبتنا وارحمنا في الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، قولوا آمين. كما قلت لكم دي فوا نبقى نفكر نقول واش نديركم فيديو، كما قلت لكم إلا عندكم شي اقتراحات ماذا بكم تفيدوني بهم
شوفوا منظر السماء مغيمه مي فوالا يا الله سبحانك ربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا كما قلت لكم الا عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجه تقدروا تقولوا لي بدا كما يقولوا ان شاء الله الا قدرت نديرها غنديرها سمعوا التغريد ديال العصافير نخليكم غير شويه لحظة هدوء نجيبكم شويه هنايا تمنظروا شوفي لوحه مانيفيك شي كليسه يا البنات شي كليسه مع امي وبا الله يرحمهم ويسع عليهم شي كليسه شي كليسه نقعدوا هنايا ونقعد في وسطهم ونعنقهم ونقول لهم كل شيء اللي في قلبي نحكي لهم كاع اللي عندي في قلبي نتمنى من الله غالب الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله ويرحم موتانا جميعا يا ربي يا امين توحشتهم البنات وحشتهم بزاف يا الله يا رب ترحمهم وتوسع عليهم يا ربي توحشتك يا امي انت لو كان صوتي قاعده معاك هنايا ها تحكي لي في راسي ونشم ريحتك ونسلم عليك يا الله تهلاو في والديكم تهلاو في والديكم هذا اللي نقول لكم اللي عنده شي ميمه وفي والوالد الله يخليه ليكم وتهلاو بزاف بزاف وفوتوا معهم الوقت ديالكم فوتوا معهم الوقت ديالكم ما تخليوش الوقت راه تدوس في الساعة وما الواحد ما كيستغلش وقاته مع والديه تهلاو اللي عنده شي مامته مريضة يصبر معاها وكما يقولوا يكون تحت رجليها هادشي اللي نقول لكم والله الدنيا بلا الوالدين ما تسوى والو والو سورتو الماين سورتو الماين الله يرحمهم ويوسع عليهم يا ربي الله يرحمهم ويوسع عليهم هادشي اللي نقول الله يرحمهم ويوسع عليهم ايوا هذه هي البنات بغيت ندير لكم هذا الفيديو هكا باش كيما قلتو ترافقوني في طريقي ما نكونش بوحدي باش تجيني الطريق سهله مع ديك الطلعه ما حسيتش بها ملي كنت نهضر معاكم ولا ما حسيت بها البنات رافقتوني واخا ما راكوش تهضروا معايا وتردوا عليا مي معليش خليوني انا نهضر خليوني انا نخرج ايوا الحمد لله يا ربي تخلينا غير الصحه ديالنا هذا مكان باش ندورو مع وليداتنا
ونكافحوا معاهم تنوصلوهم. ديك الساعه لا بغى ربي يدي امانته يدي امانته. هذا الشيء اللي نطلبوا، ربي يوفقنا كما وفق ربي والدينا، وقفوا معنا حتى وصلنا. حتى حنا ان شاء الله ربي يوفقنا ونوقفوا مع وليداتنا حتى يوصلوا. طلبوا ربي، طلبوا ربي الله يخيبنا والله يفرحكم كاملين بوليداتكم، والله الله يثبتهم ويعطيهم العقل في العقل ان شاء الله، ويكونوا اولاد صالحين وبنات صالحات. هادشي اللي يطلب الواحد، هادشي اللي يطلب. استغفر الله. شوفوا الدار، تقولي الدار تاع في البلاد العربية. ايوا البنات، اش غادي نقول لكم؟ شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، اسعدتموني وتشرفت بمعرفتكم كاملين، تشرفت بكم وتفرحوني بالتعليقات ديالكم ولي بوس ديالكم والاعجابات ديالكم، تفرحوني بهم بزاف. الله يفرحكم تنتوما وانايا كما يقولوا. كما قلت لكم ملي كيوصلوني تعليقات كنفوت واحد بواحد، كندور على واحد بواحد، اسيي ما ننسى حتى شي واحد. كاع اللي جاوا عندي يعني كما قلت لكم ما تقدريش تفكري كاع هذوك اللي ابوني عندك. اسمه الا جا عندك الواحد بالسيف تجي انت تمشي عنده. سمحوا لي لا ما وصلتش عند شي واحد جا عندي وما وصلتش عنده، ما وصلتش عنده سي كو ما شتوش فوالا. مي كاع التعاليق كندور عليهم واحد واحد ونمشي عندهم واحد واحد، ما كنسى حتى واحد. وربي قدرني نرد الامانه ديالي، ربي قدرني ولا لا يحشمنا. وخا شي مرات ما كيكونش عندي الوقت باش نشوف الفيديو، والله الا كنخليها شاعله ولا كنت باغي نصلي ولا كنت باغي نخدم شغلي كنخليها شاعله حتى تكمل ندير تقليل ندير التعليقات. وشي مرات مي يكون فريمون فريمون ما نقدرش باش نخليه مشاعل مع الخدمه وهذا، كندير او موان ديك 5 مينوت ولا او موان فوت ديك 5 مينوت ديال المشاهده او موان مع الخدمه. راكو عارفين الواحد ما يقدرش، ولكن في الليل اللي كيكون عندي شويه الوقت بحرا كان الا عندي تسجيل ديال الفيديو ولا عندي كنبدا بالمشاهدات، نبقى نشوف كاع الناس اللي شافوا لي ونشوف. وسمحوا لي الا ما شي واحد ما وصلتش عنده ولا راه ماشي قصد مني ولا غير الوقت وصافي. ربي ربي يعيننا. راه هاد الاخر هاد اليويو راه وقت كيدي وقت كبير بزاف بزاف. ولا لا البنات شي مرات كنعيا يديا كيعياو ملي كنبقى مقابله ونشوفوا هذا باش كتشدي التليفون يدك كيوجعوا. المهم نتمنى انني ما نظلم حتى واحد، واحد ما يظلمني. واللي شاف منكم بعدا غير داك اللايك ما تنساوهش، الله يحفظكم. ما تنساوش اللي زعما وطاع الفيديو ديالي وشافها، الله يحفظكم الله يحفظكم. ما تنساوليش اللايكات، ونتمنى لكم الخير دائما، والله يعينكم حتى نتوما، الله يعاونكم الله يعاونكم والله يعاوننا كاملين، والله يجيبنا في الصواب ان شاء الله يا ربي. الله يجيبنا في الصواب، وماشي سهله اي حاجه تبدايها ماشي سهله، خص الواحد يكافح ويدير باش يوصل. وكيما تبغي لنفسك تبغي لحد اخر، ماشي انت تبغي الناس يشوفوا لك الفيديو ديالك وتبغي الناس تدير لك تعليقات وتبغي، وانتيا ما تدخليش حشومه، ما تدخليش وما ديريش لايك وما اسيدي كاع الواحد دي فوا ما عندوش الوقت يكومونتي بعد داك اللايك ما ينساهش المشاهده. ونطلبوا ربي لا يحشمنا، لا يحشمنا معاكم. و كيما نقول لكم راه يعني في خفيه وقت كبير، خصوصا الواحد اللي خدام راه كيدي الوقت بزاف بزاف ماشي غير شويه. اش غادي نقول لكم؟ شفتوا الناس
شتي لا روت كتكون دائما عامره، لو كان نجيب لا فواطور راني نحصل. ايوا واش غادي نقول لكم، خليت لكم الراحه، خليتكم على خير. كما قلت لكم الا عندكم شي اقتراحات تقدروا تقولوها لي، ولا شي حاجه اللي ما عجباتكمش، ولا حاجه اللي عجباتكم. المهم يعني اي حاجه تشوفوها ماشي مزيانه ولا قولوا لي، نقدر نغيرها الا نقدر نغيرها. ولا حاجه كما قلت لكم الا بغيتوني نمشي شي بلاصه اللي بغيتو نمشي لها ندير لكم فيديو قولوا لي. بطبيعه الحال كما قلت لكم الا كان ممكن ديك البلاصه نقدر نمشي لها. المهم البنات خليتكم على خير، كاع المشاهدين والمشاهدات زياولي وكاع اللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم، والف مرحبا ومرحبا باللي غادي يجيو ان شاء الله. يا ربي يزيدوا ان شاء الله، وربي يعاوننا كاملين ان شاء الله. يا ربي هادشي اللي نقول لكم، يا الله نخليكم على خير. خليت لكم الراحه والصحه والرزق والسلامه يا ربي. يا الله بسلامه عليكم، سلامه.